احنا قلنا طبعا اللي هو ايه تخطيط الايه الايزون، وشوفنا الليلة بعد الايزون تخطط بشكلها ايه كويس. اللي احنا خططناه ده اسمه attended installation، نفس نظام الويندوز. في unattended، unattended ده اللي بيعمل ايه؟ يعني ايه unattended installation؟ جاوبني. ماشي. لو انا اتندد ان هو يتسطب من غير انت ما تتدخل، فاكر لما كنت عامل انسر فايل اربط التسطيب بالانسر فايل يبدا هو ياخد اجابته من مين؟ من الانسر فايل. نفس الكلام. يبقى انا لو عايز اعمل ان اتندد انستليشن ادي عندي السورس، مش ده السورس؟ تعالى نسميه اسمك عشان يبقى سهل معانا. نسمي السورس ده مثلا السورس دوت جواه في طبعا الايقونه ديت اللي بتطلع لك الويندو اللي بتدخلك على التسطيب، نفس القصه بتاعت الويندو. يعني مش الايقونه دي اللي ايه اللي بتسطب، امال ايه بيدخلك في الاف بي سي؟ ادي العمليه اللي بتبدا تسطبها بالاف بي سي. يعني لو انت عايز تبدا تسطيب الايزر، انا ممكن من الران الكوماند بتاعتي كده واقول له روح على السي، واقف عليه وادخل جواه، تلاقي فولدر اسمه ستاندرد ايزا، ادخل جواه تلاقي فولدر اسمه اف بي سي، ادخل جواه هتلاقي حاجه اسمها سيت اب دي اكس اي. لو قلت له انتر دلوقتي هيعمل ايه؟ هيفتح الفايده. لا مش هيفتح، هيعمل يعني يشغل الفايل ده. الفايل دوت اسمه اكسكيوتابل فايل، ملف تنفيذي ما بيفتحش، بيشتغل. تمام. لو قلت له انتر دلوقتي حالا هيعمل ايه؟ هيشغله وهيبدا تسطيب الايه؟ هو في نفس الفولدر اسمه اف بي سي، في فولدر اسمه ان اتندد سيت اب تمبل، مديك نماذج للايه؟ الان اتندد اللي هو الانسر فايل تعمله ازاي؟ مش هتعرف حاجه. انت لو رحنا على الباور بوينت وجبنا تسطيب الايضا من امبارح اتندد اللي هو واحده واحده. بص ادي الكود بتاع الان اتندد الانسر فايل. يا نهار اخضر، حاجه صعبه مش كده؟ فانت بتفكك منه خالص وتقوم رايح لمين؟ للسورس بتاعك نفسه. فاتح الاف بي سي، فاتح الان اتندد سيمبل، هتلاقي مديك نموذجين، نموذج للانتربرايز، ما احنا قلنا فيه ايه اصدار من اللايز السورس، اصدار انتربرايز واصدار ايه؟ ستاندرد. اللي احنا سطبناه امبارح كان ايه؟ ستاندرد. انتربرايز ده هنشوفه بس في الاخر خالص. ستاندرد اديشن، ادي النموذج اللي ايه؟ اللي هو عمله. اشرح لك فيه ازاي تعمل انسر فايل للايه؟ للايزون. بص يا سيدي، اي حاجه قدامها دبل كومن كده ده بيبقى كومنت. كومنت يعني ايه؟ تعليق يعني. يعني هو ملوش شغل. يعني ايه مالوش شغل؟ يعني مش ما يتكتبش في الانسر فايل. تمام. فهنا بديك الايه كومنتات بيشرح لك فيها انت لو عايز تعمل ايه تعمل ايه، وبعدين يديك بقى يديك اللي انت هتكتبه في الانسر فايل، واخد بالك؟ يعني مثلا اللي مالوش كوما ده بتاخده كده وترسعه في الانسر فايل. يعني عشان اشتغل اعمل ايه؟ يعني بقوم فاتح نوت باد عادي خالص. نوت باد عادي. تمام. واول حاجه هكتبها فيه اكتب دوت، وحتى انت لو مشيت مع الكلام هتلاقيه بيقول لك الايه الكلام ده كله يعني. تمام. رايت كليك واخد ايه كوبي كده واروح عليه على الفايل اللي انا فتحته جديد وحطها بيه. ده اول حاجه بنصف فايل انت، وبعدين بيقول لي البرودكت كي عشان تحطه لازم نحط 25 حرف جنب بعض من غير اي فواصل بالشكل ده. فاقوم انا واخد ده كده ورايح من هنا كده وحاذف كل الكلام ده وكاتب الايه 25 حرف بتوعي او هم ايا كان هم ايه، اكتبهم جنب بعض من غير اي ايه اي فواصل. انت يقول لي عشان تدخل انترنال رينج
اللي انت عايز تحطها للشبكه. يقول لي اولا الايزا ممكن يخدم على اكتر من شبكه، يعني الايزا ممكن تحط له كارت لان ثالث ويخدم على شبكه داخليه ثالثه، كارت لان رابع ويخدم على شبكه داخليه ثانيه. تمام، فانت عندك كام كروت لان للشبكات الداخليه؟ اولا لما تيجي تكتب بتقوم كاتب internal range تساوي، وبعد يساوي تكتب عدد الادابترز اللي عندك، عدد كروت اللان. فانا اقول له كام؟ 3. تقوم واخد مسافه وتبدا تحط لي الرنجات بتاعتهم من اول واحد بعد كده. اول واحد من 10 0 0 0 الى بتبقى الداش دي 10 من 5 مثلا، كوما ومايل ليه الرينج الثاني، كوما ومايل الرينج ليه، وهكذا نشتغل. يعني ايه؟ يعني في حالتنا احنا الطبيعيه او معلين كده واخدين كده الايه الكوموند دوت ورايحين هناك عاملين له بيست هنا، وقايل له احنا عندنا كام كارت لان؟ احنا عندنا كام يا ابني؟ انترنال 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 اهو، ما هو واحد بس اللي واحد هو الانترنال، الثاني اكسترنال واحد. مسافة 192 168 1 0 إلى 192 168 1 255. كده أنا حددت له الإيه؟ الرينج الإيه؟ الإنترنت. طيب أنت بتسبورت الناس اللي هم ما بيفهموش الإنكريبشن، النون إنكريبتد فاير وول كلاينت، فاكر؟ كنت بقول لك 2000 ولما نعمل له ابجريد ل 2006، 2006 بتفهم الانكريبشن، الكلاينت بتوع ال 2000 قلاو ولا دوت قلاو، وقلت لك ان مايكروسوفت بتريكومند انك ما تشغل. طب انت اخر ايه؟ اخر كلاينت على الناس. انا هاخد كوبي من هنا كده واجي هنا احطها. جي اس اللي بتنسالها احنا واحنا شغالين سبورت ايرليير كلاينت 1 يعني زيرو لا تمام. طيب وبعدين الايزا بتاعنا هينزل فين؟ هينزل في المكان السورس الطبيعي بتاعه اللي هو على ستيف بروجرام فايل، ولا انت عايز تنزله في مكان تاني؟ فاهم اللي هو من فاتح السيت اب، من فاتح التصنيف بتاعته في كاش فاميلي على كده ايه؟ في كاش فاميلي الستور. ماشي تمام، بروح على السيف بروجرام فايلز مايكروسوفت فايل سيرفر اللي هو الفولدر اللي هيسميه باسمه عشان نحطه جوه في التصنيف بتاعه. تمام. طيب ايه تاني؟ دي اللي احنا قلناها. اسم الشركه بتاعتك ايه؟ مايكروسوفت. كوبي كده ورايح هنا كنترول في واقول له ايه؟ لا انت تحت هنا بيقول اللوج فايل، الفايل اللي بيسجل فيه الاحداث، احذفه لك ولا لا؟ دونت لوج الكاش واللوج فايل الاثنين مع بعض اهو، اللوج اهوت والكاش اهو، حاجه مش 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 يعني مش مؤثره قوي يعني، تاخدها تحطها. تاخد الكاش برضه عشان ما يمسحش الكاش، سجل في الاحداث التصطيب اللي بتحصل يعني. تمام. وبعدين مش احنا اللي بنسطب، كنا بنسطب حاجتين السيرفيس والكونسول اللي بيعملها مانجمنت. بقول لك هتسطب الاثنين اهم، ولا نشيل واحد نسطب واحد بس زي ما انت عايز. سهل ولا صعب يا ابني؟ يعتبر هو الخطوات اللي انا كنت بعملها بحط له فايل هو عايزاه تسطب المطلوب اي ما هو فايل. تمام. هنا مش فيه سيرفيس هنعمل لها ديسيبل، اقول لك هنا ريموف الفاير وور سيرفيس، اقول له اللي هو الايزا هيعمل دورها بقى. فاهم قصدي؟ تمام. فعملنا ريموف للسيرفيس اللي هي ايه اللي هي كان بيقول لي هعمل لها ديسيبل. طيب انت عندك كونفيجريشن للايزا هتجيبها ولا انت هتشتغل من الاول وجديد؟ لا عندي ما عنديش حاجه، ما عندناش حاجة، أنت المفروض إنك كده لسه بتتصل يا عم أيضا. أنا هقول لك ده هيستخدمك إيه كمان شوية. كده خلاص؟ أنا ما عنديش حاجة من السيمبل ده. وده مين؟ وده الأنسر فايل بتاعي. هقفله وأسيبه.
احطه فين ده؟ هنحطه على السين. هتسميه ايه بقى؟ بص هتقوم واخد اسم السيمبل كنترول سي ومسمي بيه الايه؟ الراجل بتاعنا. شايف ده؟ مين ده؟ ده اللي احنا عملناه. ممتاز. وبعدين ولا قبلين؟ شايف الكود ده؟ كوبي كده وتعالى نفتح النوت باد تاني هنا نكبر الخط بتاعها شوية. بص يا سيدي، أول حاجة ديت بتحط سورس الايزا فين؟ ملف السيت اب بتاع الايزا. هو الطبيعي عندنا ان هو فين؟ في ستاندرد ايزا صح؟ الاي بي سي هو ده صح؟ يعني هو هنا اخد لي كوبي كده واجي هنا اقول له كنترول في تمام؟ وجوه الاي بي سي ادخل جواه هتلاقي السيت اب دوت بي اكس اي. قلنا صح ولا لا؟ فيرفاي بيتاكد كده من شويه حاجات مش قصه معايا ولا لا؟ كيو ان انت عارف انت بعد ما تخلص ايضا مش بتعرف شاشه ما فينش كده اللي بيطلع خالص بعد ما تسطر الايضا يقول لك اوت سكسسفول كومبليت مش عارف ايه بقول له فينش تعرف ما قفلها لي اطلعها لك ولا لا؟ في حاجه اسمها كيو ان مش عارف دي ان او بي ان حاجه فيهم تشيلها يعني تمام. المهم سيبها بالديفولت كده تطلع لك عادي يعني وتقول له فينش وخلاص خلص. الفول باس انتر فايل يعني مكان الايه؟ مكان الانتر فايل اللي هو مين؟ اللي احنا عاملينه فين هو؟ طبعا كل الكلام ده لا مش هيجي والله. الانتر فايل بتاعنا هو على السي واقف عليه ادخل جواه تلاقي مباشره الانتر فايل اسمه ايه؟ مايكروسوفت ماس ايزا انكتين تتخيل معانا احنا واخدين اصلا كبر كده رايح كده كنترول سي وهنا كنترول سي بس كده بس كده هتسيبه فين؟ سيبه على السي سموه لك ايه؟ سموه لأي حاجة. أنا هسميه أيضا سيت أب دوت باك عشان يبقى باتش. الباتش ده عملت دبل كليك عليه هيشتغل. هيعمل ايه لما يشتغل؟ كان هيمسح الأيضا اللي أنا عملته. بالطبع عشان ما انت يعني وصلتك يبدأ يشتغل عادي خالص، وبعد ما يشتغل هيبدأ ترتبط أيضا، هيصفه منين؟ من المكان اللي أنا قايل له عليه اللي هو اسمه من السيت أب هنا، طب الإجابات هياخدها منين؟ أنا خلاص أنا قايل له على إيه؟ أنا قايل له على المكان بتاع الأنسر فايل، يقوم رايح الأنسر فايل ويبدأ ياخد الإيه؟ الإجابات من عندي. مش عارف الكلام؟ أي مشكلة؟ دي الإيه؟ اللي أنا أسندد إيه؟ تعالى نفتح الأيضا كده نجاي السيرفر مانجمنت معنا خططنا حاجتين خططنا السيرفيس نفسها والايه؟ والكونسول اللي بيعمل مانجمنت تمام. يا الله Thank you.
ما عايزين نجيب الكود برضه، ما في مشكلة عشان نجيب الكود. فاهم قصدي؟ كده ده مكان؟ ريفير ولا موديفاير؟ كان ريفير ده أكتر. ريفير مندي؟ Another installation in progress. We must complete an installation before continuing. بيقول لي في عملية تانية شغالة. تعمل ايه؟ تعمل الانستليشن. عملية الكود اللي احنا بنعملها. الله معلم. الكونسول بره المشكلة عندي في السيرفس مش عايز انا اكون سيرفس بسرعة لو معنى ان هو شال القديم واشتغل يعني الكود ده فاهم بس فاهم بقولك بس فاهم شال القديم شاله كان هيبدا يكمل انا كان سيب ناخد شوية تايم كده على ما ايه على ما يخلص الاسم ده احنا غيرناه طبعا مش هينفع والله انا وصلت سواء كيف إذا بصير خانة أي حمائز Start أي سيرفر مانجمنت ادي مين السيرفيس بتاعت الايزر تطب الايزر تطب الايزر تمام تعال ناخد فيه ايه لفه كبيره كده ونخزن الفيديو ده لوحده كده على جنب اول حاجه في حاجه اسمها مونيتورنج مونيتورنج اللي بيراقب كل حاجه داخله وكل حاجه طالعه وايه اللي حصل لها وفي السيرفيس اللي بتشغل الايزر سيرفيس والنيور فنيور ما علينا تمام هنزلها يعني وفي حاجة اسمها فاير وول بوليسي فيها اد بابلش رول
وادي اكسس روت تمام وادي السيستم بولس. دول الثلاث ايه ثلاث حاجات اللي بتفتح بيهم ميك في الايفون. هو الاسنان متقفل فين اهي دي في الفور. بص اقراها كده فور كده تعالى اقول بالوردز اسمها ايه وحلتها يعني ايه ليه بتشغل اه بتعمل ايه بالديناي بالديناي من بقى بص بالديناي اي ترافيك تمام من اي شبكه قول لاي شبكه من اي مستخدم في اي وقت باي محتوى اي كونتنت اعمل لها ايه دي الايه يا عم احمد دي الديفولت رول الديفولت ديت محدش بيقرب منها لا يتعمل لها ديليت ولا يتعدل فيها ولا اي حاجه. لو انت عايز تفتح تفتح فوقيها يعني بتقول له كريت اكسس رول مثلا عشان تفتح لحاجه تروح لحاجه مثلا معينه تطلع فوقيها واللي فوقها تطبق ولما يطبق اللي فوق اللي فوق اللي فوق يقوم جاي من تحت وعامل ايه وقافل قافل بايه بالسيستم بوليس قافل بايه بالديفولت تمام يعني انت اي رول بتعملها بتطلع فوق الايه الديفولت رول اللي هي منع اي حاجه فعلشان كده لما بيجي يطبق الايزر لما بيجي يطبق بيطبق بالترتيب يعني ايه بيطبق بالترتيب يعني بياخد اللي فوق يشغله 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 وبعدين اخر حاجه بيطبقها اللي هي اخر واحده اخر واحده بتبقى مين اللي هي بتقفل بقى يبقى انت فتح فتح اللي انت عايزه وبعد كده الباقيين كلهم بيحصل لهم ايه بيتقفلوا. عندك حاجه اسمها في بي ان مش شغال اعمل له انيبل لو عايز مش موضوع النهارده. عنده حاجه اسمها نتوركس نتوركس عنده كام شبكه عم احمد بيتعامل معاها ايضا اكسترنال انترنال كول هوست كورنتاين دوبين كلاين هو فوق حتى هنا عامل لك منظر كده يشرحهم لك بيه ادي اللوكال هوست اللوكال هوست اللي هو مين وادي الانترنال وادي الاكسترنال هي ايه وادي البي بي ان طب الكورنتاين فين دول البي بي ان اللي بيدخلوا من بره يخش على الانترنال الكورنتاين فين يبقوا محجوزين في الايزر البيبين كلاين وهم داخلين بيتفتشوا في الايزر وهم بيتفتشوا دلوقتي محجوزهم كورنتاين اول ما يدخلوا الانترنال يبقى هم بي بي ان تمام كده في اي مشكله تعملها كلها ايه زي الفل. طيب بص يا سيدي هو دي حاجه اسمها الكاش ودي سيبه لو فجاه شويه حاجات بقى ايه ده الايه ده الايزر بشكل ايه بشكل عام ودي الحاجات اللي موجوده فيها ودي الديفولت رول ودي مش عارف ايه ودي شويه حاجات معايا ولا لا؟ معايا خلاص مفهوم. نخلي دي الفيديو لوحدها ولا اكمل عليها؟ ماشي طيب دلوقتي هل احنا هنعمل مانجمنت للايزر واحنا قاعدين على الايزر نفسه؟ مانجمنت كنترول احنا قلنا في حد بيقعد على السيرفرات يا محمد في حد بيقعد على السيرفرات وفي حد بيجي يقعد لوكال كده مفيش حد اصلا السيرفرات كلها موجوده في اوضه الناس بتشتغل منين؟ يا عم في بيننا اشتغل ريموتلي تمام اشتغلوا من عن بعض تمام نفس القصه الايزا برضه يعني انا هنا فاكر وانت تفتكر في الانترنال هنا لما جينا نشتغل عايزين نفتح الاكتف دايركتري سطبنا هنا حاجه اسمها الادمن ايه؟ الادمن باك مش عارف لسه مسطبها ولا ايه؟ الادمن باك اللي نزلنا بيها الادمنستريتف تولز اللي فين؟ ما هي لسه مسطبها حتى يا عم وبعد كده افتح الاكتف دايركتري يوزر اند كمبيوتر افتح لي اللي فين؟ انك تبقى اكتف دايركتري واشتغل يعني انا اقدر امانج الاكتف دايركتري بتاعي ريموتلي من هنا خد بالك
مسطب هنا الكونسولز اللي بفتح بيها مين الاكتف دايركتور من هناك. يعني المفروض اطلع بتوع الدومين كنترولر من على الدومين كنترولر تبدا تعمل مانجمنت للايه الحاجات بتاعتك من خلال الادمنستريتيف تولز. تمام يعني اكتف دايركت يوزرز اند كمبيوتر تفتحها وتبدا تدير ايه اليوزر اكونت والكمبيوتر اكونت واليوز اللي عندك. تمام لو انت عايز تفتح الكلام دوت بس من على بعد لازم تسطب الكونسولت ديت هناك عشان تقدر تشتغل. تمام كده واضح ولا لا؟ طيب تعالى بقى كده نروح على الايزا. والايزا لو انت فاكر اللي بيشتغل يعني هو عضو في ايه؟ طيب تيجي ندخله للدومين. يعني انا عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز الايزا تخش فين؟ يعني هيكلم مين؟ هيستأذن من مين عشان يخش في الدومين؟ من الجهاز اللي هو عليه يعني؟ الايزا عشان يدخل جوه الدومين ويبقى منبر في الدومين. ايوه هيكلم الانترنت بقى. مين؟ الاجهزه الداخليه. مين؟ الشبكه الداخليه الادمنستريتور. الدومين كنترول واحد. الايزا لما يحب يدخل لجوه يروح للدومين كنترولر اللي هو شايل الدومين ويقول له انا عايز ادخل في الدومين بتاعك ويقوم الدومين كنترولر بعت ويقول له طب انت مين؟ يقول له مثلا لازم يقول له انا الادمنستريتور الباسورد بتاعتي يديله الاكونت بتاع الادمنستريتور اللي هو فين؟ اللي هو الدومين ادمن عشان يقدر يدخله. ما هو مفيش حد يقدر يدخل حد الدومين الا الدومين ايه؟ الدومين ادمن. تمام؟ بس مش الديفولت رول شغاله. طيب يعني قلت له هنا تشينج وقلت له دومين وقلت له هنا الدومين بتاع اسمه اسلاف.com لو قلت له انتر هل هيقول لي انت مين؟ لو قال لي انت مين يبقى انا كده رحت فين؟ رحت للدومين كنترولر وجالي وقال لي انت مين؟ يعني عرفنا نروح لبعض. دي في الترول مش مقفله الدنيا كلها. يبقى المفروض ايه اللي يحصل؟ قبل ما يستجيب او ما يستجيبش هو الراجل ده يعرف الدين النت اللي هناك ولا لا؟ يعرف. فلو قال اوكي دلوقتي شوف اللي هيحصل. بص بص هو بيروح دلوقتي الدومين كنترولر بيشوف يعرف يروح ولا لا. فلما راح الدومين كنترولر ايه اللي حصل بقى؟ حصل ايه؟ حصل ايه؟ انا بتحمل اجهزه. بص الايزا ما دام اتسطبت معروف قوي عن الايزا ان هو ايزا بتاع تهنيه. يعني ايه؟ هو سوفت وير. وعامه دايما سوفت وير غير الهارد وير في الشغل. سوفت وير بيبقى كتهنيه وتهنيه وحاجات زي كده قابل لحاجات زي كده. فعشان كده في الايزا بالذات انت عارف ان الايزا اول ما بينزل بتشوف اخر سيرفيس باك موجود ليه وبتطبقه عليه. فهو الايزا بتاعنا نزل له ستاندرد نزل له سيرفيس باك وانا انا جايبها له. تمام انتطبع عليه. يعني دي بتحسن بعض بعض الاداء بتاعه. نكست. اي اكسب نكست انستول. بس هي دي كده خلصت الشتاء شويه.
لكن على جنب. الراجل ده يقول في الحياة كانت تساوي 160 واحد اتنين ويشتغل الثمانية ممكن يوصل لعشرة لكن هما برضه طبعا ما يقدروش ايه يوصلوا صح ليه؟ هما بيدخلوا الثمانية على الصفر مش هيوصلوا خلاص هيجي هو رايت كليك عليه كده وقوله بالريت قوله كمبيوتر نيم هو فوق الجروب صح كان اقول له لا انت تخش في دومين الدومين اسمه ايه اسمه اسلام دوت كوم زي ما قلنا قبل كده ينفع يوصل لا ليه دي خطورة اللي عندنا منع ايه انا عايز اسمه ايه اقول له انت وصل لا مش ماشي اقول له ماشي يبقى الكلام ده غير منطقي يعني مش منطقي ما عايز اقول مش شاطر عارفين ان هو بيقفل الدنيا كلها وبيمنع اي حد ان يروح لاي حد انا دلوقتي الراجل ده راح لده وده راح لده مش الانتر راح للدومين كنترولر هو الدومين كنترولر فين؟ الشبكه اللي ما هو في الانترنت احفظ احفظ المقاسمين بس مش شبكات كلمني بس مش شبكات الدومين كنترولر فين في الانترنت اللوكال هوست اللي هو مين؟ الاي راح له؟ راح وده رد عليه وده رد عليه الله يعني راحوا لبعض لما في ديفولت مقفله الدنيا فاكر لما كنا بنقول ان في حاجه اسمها اكسس رول وببلش رول وسيستم بوليسي السيستم بوليسي دي كانت وظيفتها ايه؟ ان هي تنظم العلاقه ما بين اللوكال هوست اللي هو الايزا وباقي الايه؟ بقيه الناس تمام كده؟ يبقى اكيد من غير ما نفكر كتير اكيد في سيستم بوليسي احنا قلنا بالديفولت الستاندرد اديشن عشان قلنا ان الايزا فيه ستاندرد وفيه انترفايز الستاندرد فيه بالديفولت 30 بوليسي فيهم شويه ديسيبل وشويه انيبل شويه بيعملوا مش عارف ايه شويه ايه ما بيعملوا شويه حاجات كده اكيد فيهم واحده سامحه بالقصه دي اكيد فيهم واحده ايه سامحه بالقصه دي لو احنا دخلنا على الايزا وشغلناها تاني ورحت وقفنا على الفاير رول بوليسي في هنا حاجه اسمها بابلش وهنا اكسس رول اللهم امال فين ال 30 سيستم بوليسي هيدن بالديفولت بالديفولت هم ايه هيدن لما تحب تظهرهم بص سيستم بوليسي تاسك شو سيستم بوليسي رول لو قلت له شو من هنا بص هيجيب لك انزل 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 كام وايه الاخر دي بالديفولت اللي هي حاجه اللي بتقفل الدنيا كلها تمام دول 30 بالديفولت موجودين فيهم حاجات انيبل زي دي ودي ودي وفيهم حاجات ديسيبل او زي دول كده وفيهم انيبل وفيهم ديسيبل وهكذا كل واحد فيهم بتعمل حاجات معينه احنا دلوقتي قدرنا ان احنا نروح للدومين كنترولر ونعمل اوثنتيكيشن من عنده والدومين كنترولر اللي انت بنت مين اقول له فلان يقول لي اتفضل لو جيت انت على السيستم بوليسي هنا رقم 7 وفتحتها هتلاقي اولا هي انيبل ولا لا انيبل ايه انيبل ديس كونفيجريشن جروب تمام الشرح بتاعها فوق اهو بيقول لك انيبلنج ديس كونفيجريشن جروب انيبل سيستم بوليسي رول ذات الاو عمايلك انيبل السيستم بوليسي دي انا ما عملتش عامله هي اللي معموله لوحدها خلاص ماشي ماشي هي ان هي انيبل بتالاو الايزا سيرفر تو اكسس دايركتري سيرفيسز فور اوثنتيكيشن بيربز بتسمح للايزا ان هو ياكسس الدايركتري عشان يعمل اوثنتيكيشن ما هي ان انا اروح له ويرجع يقول انت مين اقول له انا فلان فلاني بس رد كده انا بعمل كده ايه اوثنتيكيشن بيقول لك لما تعمل الاو للبوليسي دي بتسمح لك انك تعمل ايه اوثنتيكيشن بس ليه بتسمح لي اعمل اوثنتيكيشن منين؟ قال لي والله كليك ذا تو تاب اللي هو فوق ده تو سبيسيفاي ذا تراستد سيرفر عشان اقول لك انت مسموح لك تعمل اوثنتيكيشن منين؟ لو رحت على تو هتلاقي اللي ايه؟ والدومين كنترولر عشان كده ده طلع يبقى خلي بالك اللي خلاني اقدر اروح الدومين كنترولر
ان انا هنا في السمبوليس نمبر 7 هنا كان حالي والبروتوكول بتاع الاوثنتيكيشن كتير بروتوكول شغال، خد بالك ولا لا؟ تمام كده؟ علشان كده قدرنا نروح لمين؟ قدرنا نروح للراجل ويقول لنا انت مين؟ هقول له والله انا مين؟ انا الاب مستري باسوردك ايه؟ باسورد دي سي، هيقبلني ولا لا؟ طبعا لازم ايه؟ ده ما يقولون صح بس صح، لازم يقول لك ويلكم كريستوف روك كريستوف، الراجل ده خلص بس تمام. الراجل عمل ريستارت دوت، هتخش بقى دلوقتي ايه؟ اصبح ليكس كده في الايضا، مش بقى عضو في الدومين، ممكن اخش عليه هو كايضا ديس كمبيوتر، ممكن اخش على الدومين تمام. لو تخش على الدومين تخش الاكونت موجود فين؟ في الدومين كنترول اكسس دايركشن صح كده، اللي هو الاسبوع دي سي، واقول له انتر يطلع عادي جدا. شغله يا عم انت زعلان، تمام. ادي الايه؟ ادي الايضا بعد ما بقى عضو فين؟ الدومين. طيب لكن احنا رحنا البي سي دلوقتي ودخلنا عليه، فتحنا الاكتف دايركت يوزرز عند الكمبيوتر، هتلاقي في مين؟ ادي الايضا ايه؟ واصل الاكونت بتاعهم تمام كده. نرجع تاني ونقول برضه مش طبيعي ان انا كل ما احب اعمل مانجمنت في الايضا ادخل هنا كده وضع الكونت بتاع الايضا مانجمنت، مانجمنت هنا امال ايه يا عم؟ لا طبيعي ان انا بشتغل شغلي ريموتلي، يعني ايه؟ يعني قاعد على جهازي اهو، ومن على جهازي هنا بعمل مانجمنت لمين؟ للايضا. نقدر نعملها ازاي؟ واحد هيقول لي والله طب ما نخش ريموت ديسكتوب، يعني ايه؟ يعني اقول له مايكروسوفت تيرمينال سيرفيس كونكشن، واقول له ادخل، واقول له ادخل على مين؟ على الايضا واشتغل تمام. على ايضا ايه؟ تشتغل والله. هو في مش في يا ابني حاجه اسمها ديفولت رول؟ شايف في بوليس برضه في الحل ده، هنقول له كده ادخل على الايضا كده، يحاول يدخل، يحاول يدخل واصلا ايضا احنا مشغلين انيبل اللاو ريموت ديسكتوب شغال، اقول له اشتغل تمام، اقول له اوكي مش قادر تكون نفس ثاني، يمكن خلاص بعد ما عملناها قال لو يقدر ايه يعني مش قادر ولا امره يقدر، احنا عندنا ديف كنترول نقفلها الدنيا، خد بالك. طب هو فيش ديفولت، مفيش سيستم بوليسي بتنظم، اه شفت مش نافع، بتنظم قصة ان عملية اللوجن بالريموت ديسك توب على الـ على الايضا. هنفتح الايضا كده، نفتح الايضا، هات الفاير رول بوليسي، طبعا السيستم بوليسي مالها؟ مش ظاهرة هيدن، مش نظهرها منين يا عم احمد؟ اهي دي سيستم بوليسي تحت شوية، او رايت كليك هنا واقول له هنا ايه فيو، واقول له شو سيستم بولس روت هي هي. هتلاقي يا سيدي بوليسي رقم فين؟ في ثالث واحد في رابع واحد. طب ايه الفرق بينهم؟ اللي بتقول لك allow remote management from selected computers using استخدام ال AMC، والتانيين بتقول لك allow remote management from selected computers using terminal server، ودي باستخدام الويب ابلكيشن،
ايه الفرق بينهم؟ انا اقول لك الفرق. اولا الريموت ديسك توب بتاعتنا هي التيرمينال سيرفر، فاكر لو كنا بنعمل لها ريموتلي من عند الملاي انيبل من الريجستري تعمل ديناي تيرمينال سيرفر كونكشن. التيرمينال سيرفر هي مين؟ الريموت ديسك توب. تمام، لو كنا بنعملها من البوليسي كنا بنخش على مين؟ على التيرمينال سيرفيسز ونشغلها. التيرمينال سيرفر اللي هو الخادم الطرفي، الواحد يخدمه من طرف بعيد وانت فاكر. تمام، ما انا عارف الدنيا كلها داخل بعضها. اللاو ريموت مانجمنت فروم سيلكت الكمبيوتر يوزنج التيرمينال سيرفر دي سيستم بوليسي. تقول لك والله تشغيل السيستم بوليسي دي وهي عاملها الديفولت هي شغال، ممكن اوقفها لا شغال، شغاله الديفولت فيه. تمام، بيقلاو بايه بقى؟ بيقلاو الريموت مانجمنت اوف ايذر سيرفر فروم سيلكتد كمبيوتر من الاجهزه اللي احنا محددينها باستخدام التيرمينال سيرفر، يعني باستخدام الريموت ايه؟ طيب انت سامح لمين انه يعمل ريموت مانجمنت باستخدام التيرمينال سيرفر؟ قال لي والله كليك ذا فروم عشان تشوف اللي سبيسيفاي ذا كمبيوتر عشان تحدد الاجهزه. لو رحت انت على فروم دي هتلاقي فيها مجموعه كده اسمها ايه؟ ريموت مانجمنت كمبيوتر. دي مجموعه الاجهزه اللي مسموح لهم يدخلوا ايه؟ يدخلوا يمانجوا الايزه باستخدام الريموت ايه؟ ديسك توب. طيب المجموعه دي ما دام لقيت جهازين ورا بعض يبقى دي مجموعه اجهزه، راسين ورا بعض يبقى مجموعه اشخاص، راس واحده يبقى شخص، كمبيوتر واحد يبقى شخص برضه، كمبيوتر واحد يبقى جهاز. ماشي بقى، ماشي ماشي. بس انت بتقول لي جهازين ورا بعض يبقى مجموعه، مجموعه ايه؟ مجموعه اجهزه، راسين ورا بعض يبقى مجموعه ايه؟ راسين يبقى يعني اثنين يوزر، لا يبقى شخصين يعني اثنين مجموعه يوزر. يعني مجموعه يعني مجموعه ايه بالظبط؟ طيب ما انتش فاهم، ما تقول فهمني. لا انت بتلخبطني، هم شخصين يعني مجموعه يا ابني مستخدمين. لا انا بتكلمك على الرسم، على الرسم دلوقتي لما تيجي وتلاقي الراسين جنب بعض، يبقى الراسين جنب بعض دول يعبروا عن ايه؟ دماغين على مجموعه. ايوه مجموعه مستخدمين. تمام كده؟ واضح؟ طيب تاني مجموعه اجهزه. ماشي تقول يو مثلا. ماشي، طب لما الاقي جهاز واحد رسمه كده جهاز واحد يبقى ده ايه؟ ده جهاز. جهاز ماشي. لما الاقي راس واحد ده ايه؟ ده شخص يوزر. فدي مجموعه اجهزه، المجموعه اسمها ايه؟ ريموت مانجمنت كمبيوتر. المجموعه دي فيها مين؟ لو قلنا له ايديت كده، طبعا لو قلت له اد يعني انا ايه؟ بضيف اصلا، يعني بضيف جنبها، انما لما اقف عليها واقول له ايديت يعني افتحها لي، فلما يفتحها لي الاقي فيها مين؟ مش عارف يعني ايه؟ يعني مين يقدر يعمل ريموت مانجمنت للايزر باستخدام التيرمينال سيرفر او الريموت ديسك توب لغايه دلوقتي؟ مفيش حد. مفيش حد. احنا عايزين مين؟ نسمح لواحد. يبقى خلي بالك عشان الموضوع ما يتوهش منك والايزر ما يتوهش منك. يبقى عندك سيستم بوليسي بتسمح بالريموت مانجمنت للايزر باستخدام الريموت ديسك توب. عندي. في بالديفولت انيبلد؟ بالديفولت انيبلد. مين اللي مسموح له؟ حد مسموح. لغايه دلوقتي مفيش ولا واحد. عايز تسمح لحد هقوم داخل عليها، داخل فروم والريموت مانجمنت، يا اما تضيف الحد من هنا مباشره. خد بالك ايه ده؟ قال لي انت عايز تضيف شبكه ولا مش عارف ايه ولا اجهزه ولا لسه احنا ما خدناش حاجه والحاجات دي كلها خالص. ما تشغلش بالك. ولا اخش انا جوه المجموعه ودخل لك حد جواها كده او كده خد الحق، صح؟ سواء حطيته في المجموعه ديت والمجموعه دي اصلا جوه السيستم بوليسي، فالمجموعه كلها واخده الايه؟ حق الريموت مانجمنت باستخدام الريموت ديسكتوب. او ان انا ضفت الجهاز مباشره هنا يبقى برده خد الايه؟ حق. فاهم قصدي؟ انا هخش جوه الجروب دي دلوقتي واقول له اد، يقول لي انت عايز تضيف كمبيوتر ولا ادرس رينج، رينج عناوين كده ولا سبنت معين، احنا عايزين نضيف ايه؟ اديله الاي بي بتاعه مباشره لو انت عايز. انت عايز مين اللي يقدر يعمل مانجمنت للايزر؟
الانترنت. الجهاز بقى جهاز عندنا كمبيوتر على حد مش يوزر. الجهاز ده اسمه ايه؟ انترنت. فانا كنت ممكن اجي هنا اديله الاي بي بتاعه وكنت ممكن اقول له براوز براوز ادفانسد. احنا بندور فين؟ في الدايركتري اللي هو في الدومين يعني. بقول له فايند ناو فبيجيب لي الكمبيوترز اللي موجوده فين؟ في الدومين. اقول له فايند الاخر دايركتري فايند ناو. اما ادور اجيب لك كام جهاز؟ ما هو فعلا الدومين دلوقتي ما فيهوش الا كام؟ اللي هم مين؟ كنترول وانترنال ومين كنترول لارد كنترول ايوه كنترول لارد تمام. ومين انترنال مين اللي هو الجهاز الانترنال صح. ومين تاني والايزوسر. انت عايز مين ياخد الحق ده يتحط في المجموعه؟ الانترنال. عايزين الانترنال يتحط في المجموعه. اقول له اوكي واقول له اوكي واقول له فايند. قام جاب لي الايه؟ انت عارف معنى ان هو عمل له ريزولف للنيم وجاب الاي بي؟ معنى الكلام ده ايه؟ ان الدي ان اس زي الفل صح؟ مش مين اللي بيعمل ريزولفنج للنيم الاي بي؟ الدي ان اس. الدي ان اس اللي بيحول اسم الاي بي. هقول له اوكي واقول له اوكي واقول له اوكي. يبقى المجموعه دي دلوقتي فيها مين؟ فيها جهاز اسمه انترنال تمام. هنقول له اوكي خلاص. يبقى خلي بالك ان احنا عدلنا في السيستم بوليسي مش عدلنا فيها لا ضفنا في المجموعه اللي واخده حق الريموت مانجمنت استخدام تيرمينال سيرفر ضفنا في المجموعه ديت شخص اسمه انترنال. فالانترنال كده واخد الحق ده. الايزا لما تعمل فيه اي تعديل ما بيشتغلش الا لما تعمل له ابلاي. وكأن ابلاي بتساوي عندنا هناك جي بي ابديت مسافه سلاش فورس. احنا يعني لازم نطبق جي بي ابديت مسافه سلاش فورس عشان نطبق البوليسي. عندنا هنا لازم تقول ابلاي. حلو الكلام؟ هنقول له اوكي. يبقى كده طبقت التعديل اللي انت عايزه. روح بقى انت دلوقتي على الانترنال كلاينت وافتح وقول له الام ام اي مايكروسوفت تيرمينال سيرفيس كونكشن او شغال ريموت ديسك توب. وقول له كونكت على مين؟ على الايزا. وقول له انت الراجل ده مسموح له يكونكت على الايزا؟ ما احنا حاطينه فين؟ في المجموعه اللي مسموح لها تعمل كده. هيقول لي هتخش على الايزا. الاكونت بتاعك مين؟ الادمنستريتور. خلي بالك ان بالديفولت محدش واخد صلاحية الفول كنترول على الايزا الا الدومين ادمن اللي هم الادمنستريتورز او البلتن ادمن بتاع الايزا نفسه تمام. مش الايزا نفسه ليه في السال الادمنستريتور. طيب باسورد هنا ايه؟ دي سي. ده انا داخل على الدومين اهو فحطيت الاكونت اللي هو في الدومين اللي هو الدومين ادمن واقول له اوكي. الايزا سيرفر يسمح لاكثر من سيشن تتفتح عليه في نفس الوقت صح؟ المفروض تسمح لاثنين يتفتح عليه وهو الثالث. انا دلوقتي فتحت مين؟ الايزا سيرفر. احمد انت شمال ولا شمال؟ معلش معلش الايزا سيرفر بس تكون فاهم بس يعني. لا والله بس معلش مش عارف ده اخطاء لفظيه ماشي بس تكون فاهم. ادي الايزا اهو. افتح الايزا واعمل ايه؟ اعمل كل اللي انت عايزه عليه. خلي بالك انا قاعد فين دلوقتي؟ على الجهاز بتاعي تمام؟ خلاص شكرا. يعني ايه شكرا بص؟ بنقوم عاملين ايه بقى؟ قفلناهم؟ الشغل بقى الطبيعي بقوم اعمل ايه؟ ريموت كونكشن دي على الايزا واقول له اوبشنز واقوم قايل له سيف از على الديسك توب وسميها لي ايزا. بس خلاص كده. شايف الايقونه دي؟ من لما اعمل دبل كليك عليها هقول دونت اسك مي. على طول انت مين؟ انا الدي سي. يبقى عندي بقى ايه؟ يبقى عندي واحده للايزا، واحده للاكستشينج، واحده للدومين كنترولر، واحده للدومين. وانت قاعد في الانترنت يعني من نفس المكان هعمل واحده سمارت تفتح لمين؟
على البي سي اوبشن اليوزر نيم ادمنستريتور سيرفر كريدنشلز وعلى الديسكتوب سميها دي سي يكون كنترول واقول له سيف دي سي سألناش تاني تعمل ايقونات للسيرفرات اللي عندك تمام وكل سيرفر تشتغل عليه دبل كليك وتبدا تشغل تحط له الباسورد وتقوم شغال على مش مشكله واضح دي اول دي اول طريقه في الريموت مانجمنت بالنسبه لمين للايس في اي مشاكل دي تمام ماشي يا سيدي تاني طريقه بقى طريقه ان انت تسطب الكونسول بتاع الايضة هنا مش احنا مسطبنا الايضة هناك كان مسطب حاجتين السيرفيس والريموت مانجمنت كونسول تمام وقلت لك ان السيرفيس لازم عشان تتسطب تنزل على بيئة ايه سيرفر لكن الكونسول نفسه على اي بيئة صح فانا اقوم جاي هنا كده وجايب سورس الايزو وكاني هسطب ايزو عادي يعني مش هسطب ايزو ده انا عايز اسطب الايه الكونسول بتاعه بس ازاي بالظبط ما جبت سورس سيرفر وسطبت الادمن باك نزلت الادمنستريتف تولز ترجع للسيرفر هتلاقيها في اول ادي الستاندرد اديشن اهوت اقوم داخل عليه افتح كده ويلا عم نبدا ايه سطب لي الايه سطب لي الايز سطب الايز على مين الاكس بي والايز يتسطب على الاكس بي احنا هنسطب على الاكس بي ايوه بس يا جدعان الله يرحمه مؤيدي العديد مؤيدي اللي في الفتحة من صورته شوف الله يرحمه لا 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 ايوه اتشال اسمه وين انا اتشال اسمه بس انت عارف في الجنرال عارف في الجنرال قلت له اللي هو ممكن يساعد الناس بتاعت غير مجرد بس لا ممكن محتاج مجرد عشان يصور مجرد ما نستول ايزا سيرفر 2006 نستول يا سيدي ابدا اتسطب لما تطبع الاكس بي طب سطب فيها نكست اياكس بتقل عليا نكست تيبيكال ولا كاستم تيبيكال هيسطب اللي هو عارف لكن كاستم عشان بس اشوف هو هيسطب ايه بص السيرفيس لا انما هيسطب مين الايزا سيرفر مانجمنت تمام يبقى مش هنسطب ليه يعني هيسالنا على الانترنال نتورك ولا لا نكست سطب ايوه لو كونسول كان صغير بيسطب عشان يعمل مانجمنت والله يا عم عايزين بص بقى كده ادي الايه لا استنى
اهو عايز السيرفر مانجمنت اهو تمام كده اهو رايت كليك عليه واقول له ايه كونكت تو بيسالني اكونكت لايه لوكال ما ينفعش طبعا يكونكت لللوكال واللوكال عليه سيرفر امال كونكت لمين انظر ايه كمبيوتر وبعد كده اقول له براوز وابدا ادور يتقال عليا كنت ممكن افتحها بشكل تاني ايه هو ممكن افتح الام ام سي مايكروسوفت مانجمنت كونسول واجيب الكونسول واقول له شاور لي على المانجمنت بتاع الايزا دوت فاهم قصدي؟ الام ام سي مايكروسوفت مانجمنت كونسول واقول له اد اند ريموف سنابن يقول لي انت عايزني اضيف لك انهي كونسول؟ اقول له اد هتلاقي هنا حاجه اسمها ايه؟ مايكروسوفت ايزا سيرفر 2006 هقول له اد واقول له كلوز واقول له اوكي ادي يا عم الايه؟ كونسول اهوت هندير منه الايه؟ الايزا وبص اقول له من هنا فايل واقول له سيف اد على الديسك توب وهسميه ايزا مانجمنت اهو ايزا مانجمنت دوت تفتحه يفتح لك الكونسول بتاع الايه الايزا رايت كليك عليه واقول له كونكت تو هل انا لو قلت له براوز قلت له ادفانسد قلت له فايند ناو هيجيب الايزا اهو لا يا ابني وانت مش في الاكتف دلوقتي بس هي النقطه دلوقتي ان انا لو قلت له هنا ادفانسد وقلت له فايند ناو فهيجيب الاجهزه كلها اللي في الدايركتري اللي في الاكتف دايركتري صح وقلت له روح على الايزا قلت له اوكي قلت له اوكي وقلت له كونكت عليه باستخدام الكريدنشلز اللي انا داخل بيها وانا داخل بمين اللي ادرسه من حقه من حقه صح لو قلت له اوكي هيوصل له ولا لا؟ مش في ديفل ترو المنع؟ هتقول لي اه بس في سيستم بوليسي، ما احنا دخلنا في السيستم بوليسي بتاعت الريموت ديسك توب ودخلنا جهاز بس الادمنستريتور الديفل بتاعه هو بيستخدم طول بالك بص احنا كنا رحنا على مين؟ على البوليسي رقم ثلاثة اللي هي بتسمع انك تمانج الايزا ريموتلي باستخدام التيرمينال ايه؟ سيرفر اللي هو الريموت ايه؟ ديسك ودخلنا جواها وحطينا الجهاز بتاعنا اللي هو مين؟ الانترنت. عندنا رقم اتنين بتقلاو الريموت مانجمنت من الاجهزه اللي متحدده هنخش الحاجات في فروم باستخدام الايه؟ يبقى دي حاجه ودي حاجه. يعني انت ممكن تسمع بالريموت ديسك توب لكن ما تسمعش بالايه؟ بالام ام سي، الام ام سي اللي هي الكونسول. ان هو يمانج من خلال الكونسول. هل هو في الانترنال هنا لما فتح الكونسول دوت هل هو عامل ريموت ديسكتوب؟ مش عامل ريموت ديسكتوب ده هو هيفتح الكونسول بتاع الايزا وعايز يكونكت عشان يمانج الايزا من غير ما يعمل ريموت ديسكتوب على الايزا فاهم قصدي ولا لا؟ مش فاهم حلو الكلام تعال نكملها وفاهمها لك ادي الايزا واحنا على الانترنال عايزين نعمل مانجمنت للايزا بس من بعيد قدامي سكتين يا اعمل ريموت ها او يا كونسول يا ريموت يا اما مانجمنت على يا عم قول لي يا اما اعمل ريموت ايه ديسك توب يعني ريموت ديسك توب يعني افتح الايزا وكاني قاعد قدامه هلوجن عليه اللي هي اللي احنا خدناها من شويه وبعد ما لوجن يعني انا لما اعمل لوجن كده في الانترنال كده مثلا في الانترنال اهو لما اقول له هنا ايه سيمون ديسكتوب كونكشن كونكت على الايزا اقول له كونكت مش انا كده كان انا قاعد قدام الايزا وبدخل وبعد ما ادخل على جهاز الايزا بعمل ايه بعمل اللي انا عايزه بقى كان انا قاعد قدامه كان انا بالظبط رحت على الايزا قعدت كده وفتحت الكونسول بدات اشتغل ادي سكه ورحنا لقينا فيه فعلا سيستم بوليسي بتسمح بالقصه ديت ودخلنا الجهاز اللي اسمه انترنال ضمن الناس اللي مسموح لهم يعملوا الحاجه دي. في سكه ثانيه ان احنا سطبنا الكونسول اللي بيعمل مانجمنت للايس الكونسول نفسه بحيث انا اخش على الكونسول دوت واقول له يا عم الكونسول افتح لي الايس دي ليها سيستم بوليسي ثانيه اللي هي هنا اللي هي التانية دي
اللي هي تخليك تعمل مانجمنت للايزا باستخدام الام ام سي. الام ام سي ده مايكروسوفت مانجمنت كونسول. تمام. الام ام سي هل احنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله دي بتعمل بتقلاه والريموت مانجمنت اوف ايزا سيرفر فروم ذا سيلكتد كمبيوترز يوزنج ام ام سي. طب مين الاجهزه اللي مسموح لها ان هي تعمل تشتغل على الايزا بالام ام سي بالكونسول؟ قال لي والله دوس على فروم عشان تتفرج عليها. دوس على فروم لان مجموعه ما ريموت مانجمنت كمبيوتر. احنا حاطين حد هنا وكان في الانترنت. خلي بالك ده احنا حاطين الانترنت مش في اثنين، ده في كام؟ بغلطة. ثلاثة. هي بتعمل بس انترنال سيرفر ريموت ديسك توب ريموت مانجمنت كمبيوتر حاطينها الانترنت. لكن احنا دلوقتي فين؟ رقم اثنين اللي هي بتوع الام ام سي بتوع الكونسول. هل احنا حاطين حد في المجموعة دي؟ ولكن لان دي مجموعة فهي مجموعة ثابتة. يعني ايه مجموعة ثابتة؟ يعني موجودة. يعني ما دمت انت حطيت من هناك يبقى هي نفس المجموعة. يعني هي المجموعة دي هناك هي برضه هي دي الايه؟ هي المجموعة. يعني لو فتحتها دلوقتي هتلاقي فيها مين؟ يعني لو شلت الانترنال من هنا مش هيتشال من هنا، حطيته من هنا، واخد بالك؟ يعني معنى كده ان الانترنال برضه مسموح له ان هو يشتغل بالايه؟ يعني لو رحنا الانترنال دلوقتي وقلت له كونكت اوكي كده ايه اللي هيحصل؟ بص اه فتح واشتغل عادي خالص. خلي بالك هل انا كده عامل ريموت ديسكتوب؟ لا، ده انا فاتح الايه؟ فاتح الكونسول بتاع مين؟ يعني اقفل الكلام ده كله كده. احنا كل اللي احنا عاملينه ان احنا مشغلين الكونسول اللي بيفتح الايزا سيرفر. كونسول لو عايز اعمل ريموت ديسكتوب هعمل من هنا. انا مش عايز ريموت ديسكتوب، امال عايز ايه؟ انا عايز اعمل مانجمنت من خلال الكونسول. رايت كليك كونكت تو كونكت على الايزا. قام جايبه لي اهو. طب انا اسف خالص. هو دلوقتي المفروض الحتتين مش هندخل على الايزا. يعني انا مانج من بره بقى اي جهاز، ودي لو انا هفتح الكونسول بس لان انا مانج منه. يعني كده الحتتين اللي فتح الايزا شغال، انت عامل هو شغال من ناحيته. صح كده؟ لا انا بقى مش عايز اسمح لهم ان هم يعملوا ريموت ديسك توب، بس عايز اسمح لهم يعملوا يفتحوا الكونسول. طب بعد ما يفتح الكونسول ما هو لا بعد ما يفتح الكونسول هيفتح له الايزا مانجمنت ويعمل مانجمنت زي ما هو عايز. انما لما يعمل ريموت ديسك توب الجهاز كله مفتوح قدامه، السي والدي والاي والاف كل الجهاز. انت مقصود ايه؟ اه يعني بفتح لي حاجه معينه بس. ايوه انا عايز افتح له بس الايزا الكونسول بتاع الايزا. يعني ايه؟ يعني هو لو عمل دلوقتي ريموت ديسك توب الراجل دلوقتي الايزا تحت امره، يعني يقدر يخش هنا ايه؟ داخل الايزا بس جوه اهو، يعمل كل حاجه على السي اهو، يشيل ويحط ده ريموت ديسك توب كانه قاعد عليه. لكن انا مش عايز كده. امال ايه؟ هو ايه اللي يلزمه على الايزا؟ يلزمه على الايزا انه يعمل له مانجمنت. فكل اللي يلزمه ان انا افتح له الشاشه بتاعت المانجمنت يشتغل منها اهي، ويقول كونكت من هنا كونكت تو الايزا يشتغل ادي الايزا. لكن هل هو انا يشوف السي والدي والكلام ده؟ لا هو كان ما يشوفش، هو كده المانجمنت بس عندي معايا ولا لا؟ طب احنا عايزين نسمح له بدي ونمنعه من دي. هتروح هناك على الايزا دي بتاعه تيرمينال سيرفر اللي هي بتاعه الريموت ديسك توب. اخش الفروم واقول له اديت واشيل من هنا الانترنال. صح صح. طب نعمل ايه؟ طب ما نشيل الجروب كلها من هنا. ليه؟ اشيلها من هنا ريموف بس من هنا واقول له اوكي. واقول له اوكي. الجروب اتشالت منين؟ من هنا. تمام. اللي هو مين؟ تيرمينال سيرفر. طب وهناك في الام ام سي الجروب زي ما هي. اقول له ابلود. واقول له اوكي. روح بقى على الانترنت اعمل ريموت ديسك توب. ينفع؟ خلاص احنا قافلين مش سامحين. طيب اعمل مانجمنت
كونكت تو نايس شغال لا عايز الفون مش مشكله. او كنت ممكن اعمل ايه تاني يا عم احمد؟ كنت ممكن بدل ما اشيل الجروب من هنا، يعني عايزين نضيف الجروب تاني. فين الجروب يا عم احمد؟ فين هي؟ مش موجود هنا. لا انا اوريك هتبدا ايه هنا. تمام، احنا هنسيب الجروب زي ما هي. ابلود ما دمنا حطينا الجروب يبقى كده جواها مين؟ الانترنت. ما احنا حاطينه. تمام، احنا هنعمل ايه بقى؟ هنيجي هنا اقول له فروم، وجوه هشيل الانترنت من هنا. يبقى انا شلت الانترنت من الايه؟ من المجموعه. طب ما هو اكيد اتشال منين؟ يبقى لا هيعرف يعمل ريموت ديسك توب ولا هيعرف يشغل الكونسول، لان في الكونسول ما عادش موجود. من الكونسول من الويندو نفسها ما تحطوش بقى في المجموعه، حطه بره. فاهم قصدي؟ يعني هقول له اد، يعني بدل ما كنت انا بقف هنا واقول له اديت جوه المجموعه وحطه جوه المجموعه، لا ده انا هعمل له اد هنا. هيقول لي هو فين هو فين هو فين هو فين. اه زي ما انت عايز. انا ممكن اقول له كمبيوتر، يقول لي ما عنديش اجهزه، اقول له نيو كمبيوتر عادي، يقول لي اسمه ايه واي بيه كام. طبعا انا ممكن احط الاي بي مباشره لان انا حافظ الاي بي. شو ده اي بيو؟ اقول له اوكي اسمه انترنت. شو ده؟ هو موافق عليه كده وقايل له ايه؟ يبقى انا حطيته جنب المجموعه مش جوه المجموعه. لما دمت حطيته جنبها يبقى اتحط هناك ولا لا؟ هناك. يعني هو دلوقتي انا حطيته هنا في رقم 2 هناك. ملوش دعوه هناك، ملوش اي علاقه بهناك. ابلاي اوكي، روح على الانترنال، افتح المانجمنت، وقف هنا كده، رايت كليك، كونكت تو، كونكت على الايس. وصل ولا لا؟ طب وريموت ديسكتوب؟ ولا لان مفيش اجهزه اصلا في المجموعه ولا بره المجموعه. اه والله تمام كده؟ في اي مشكله؟ طيب خلي الفيديو عشان ما يطولش بس.